منذ الساعة الأولى لصباح الأحد وفي درجة حرارة 4 تحت الصفر اصطف المئات أمام المتاجر الكبيرة في لندن انتظارا لذروة تخفيضات أعياد الميلاد. هذا المشهد قد لا يبدو غريبا لسكان لندن، ولكن هناك عوامل جعلت من هذه المناسبة هذا العام يوما خاصا انتظره البائعون والمشترون. متجر سيلفرجيس الشهير في وسط لندن والذي عادة ما يقصده الأغنياء والمشاهير أعلن عن تخفيضات كبيرة فجذب طبقة مختلفة من المشترين، ولكنهم واجهوا ظروفا جوية صعبة وانتظروا لفترات طويلة. وصلت هنا في 11 مساء أمس، أي قبل 12 ساعة من فتح المتجر أبوابه. هذه فرصة لي لكي أشتري بعض الملابس عالية الجودة وبسعر مناسب. الانتظار في هذه الصفوف ربما كان محاولة للتشبث ب 2010 قبل أن يأتي عام 2011 بتطبيق السياسات الجديدة للحكومة، والتي تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب على المبيعات. زيادة الضرائب تعني ارتفاع الأسعار، وبالتالي أنا حريصة على اغتنام هذه الفرصة للشراء، كما أنني أريد أن أشتري بعض الأشياء لحفل زفاف شقيقي. أمام هذا المتجر مرت ليلة طويلة قضاها المتسوقون في العراء حتى جاءت اللحظة الحاسمة، لحظة انتظرتها المتاجر أيضاً. فعائداتها في موسم أعياد الميلاد تشكل نحو 60% من الإجمالي السنوي لعمليات البيع، وكانت متاجر وسط لندن تتوقع مبيعات بقيمة 130 مليون جنيه استرليني قبيل أعياد الميلاد، ولكنها أصيبت بخيبة أمل عندما أحجم المتسوقون عن الخروج بسبب موجة الثلج التي داهمت البلاد. وبالإضافة إلى هذا الزحام الشديد، كان هناك سبب آخر أفسد على المتسوقين والتجار متعة هذا اليوم، وهو إضراب عمال قطارات الأنفاق الذي أصاب هذه الخدمة جزئياً بالشلل. أحمد الشيخ، BBC، لندن.